الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بداية الحلقة الجديدة من برنامجكم السمري الأدبي الاجتماعي مجلس الأدباء، مجلس الأدباء اللي عودكم من خلال جل حلقاته وجوه جديدة ومواهب جديدة وملكات جديدة وربما ظواهر. مجلس الأدباء اللي جاكم المرة الماضية بمدينة الوادي بولا يجيكم من ولاية ثانية، اليوم قرر عنه يرجع لنواكشوط إلينا تتحاضروا معاه وتقاسموا أفراح اكتشاف موهبة وملكة ونجم وصوت أدبي سيكون له من ما بعد فيما بعد هذه الحلقة إن شاء الله شأن عظيم. هاي التجربة اللي غنات فيها جل بتوتة وغنات فيها جل الأغراض وجل المناسبات اللي تم من خلالها التعاطي مع المجتمع والتعاطي مع الكون والتعاطي مع الطبيعة والتعاطي مع الظروف. وهذه هي صفة الأديب. الأديب هو ذاك الإنسان اللي يعكس مرآة تعكس كل الأشياء اللي تشوف، ذاك المسبار اللي التقط جميع الأشياء، الأصوات، الحركات، الرنات، النغمات، الهمسات، الأحاسيس، المشاعر، الأفراح، الأتراح، الآلام، المسرات، كل الأشياء اللي تدور حولنا. فمسبار قالوا مسبار الأدب ومسبار الشعر، يلا يعود هو اللي مثلا يعبر عنها بمجتمعنا، وكل مادة عندها أداتها التعبيرية، وحنا المجتمع الموريتاني الأداة التعبيرية رقم واحد عندنا، ويكسير الحياة اللي عندنا اللي ترافق الفرد الموريتاني من المهد إلى اللحد، ما نملوا من التكرار، ولا خلق يعدل لبت، وإلى إنجاح ينقال لبت، وإلى رسب يعير به، وإلى عود موثوق شوي تفقره شعود من الجماعة ينقال له شيء، وإلى أمه اللي لاحظ شمل الله يمشي به مولانا ينقال له شيء مولي من خلاله تنعرف مناقبه وأخلاقه وصفاته الحميدة ومحاسنه أشياء اللي كانت عنده في حياته. إذا رحبوا معايا في بداية هذه الحلقة المخصصة الموهبة أدبية بين الله تعالى، ما ليت فيشكم ولا يليتكم تحت ظن هو علي والإبراهيم والسعيد الملقب سيف. سيف كيف الحال؟ ما شاء الله يا قلباس يا الخير ما شاء الله. هذا الوجه لأول مرة يؤخذ على برنامج مجلس الأدباء، اكتشفناه من خلال شاعر التوحيد كضيف يا غير ما أجبر ما ولا أجبر الفرصة الحقيقية لن يتم اكتشاف موهبته. موهبته إن شاء الله سيتم اكتشافها على غرار المواهب اللي فتو اكتشفتها على الثقافية وعلى الموريتانية الليلة إن شاء الله بإذن الله تعالى. سيف كيف الحال؟ يا قلباس يا خير. حتى هذا الاسم نفسه والله اللقب لقب شاعري، السيف في الحسانية سيفين، السيف اللي هو السيف اللي آلة حرب وآلة قتال، والسيف اللي هو نوع من التضاريس تعود على جبل على شكل جبل تنعرف منها ومنها مارت عنك خبرك خفيف يا الدنيا، وانك مانك دار ملزم بسيف، لا بالسيف فاصلته من ملزم الحجار، ولا فاصلته ما هو بالسيف الابيض الكبير الفوق دار. فهم اللي سيف اخر اللي هو السيف اللي هو روايه رايتها بالسيف، معناه انك بالكاد تجبرها. شو الحال يا قلباس؟ ما شاء الله الحمد لله. يا الخير صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. خيار اللي لا يبدا به التوحيد والله مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، شري تبدا النبي التعبير عن موهبتك وملكتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد. دور نحاول نبدا ذاك اللي بعد نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. خالق طلعه قط قلتها والدفاع عن جناب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سلم كثير. ديك ساعتها كباطل استهدافات ممنهجه تعالى الكلب اللعين نسخ البيين يكذب رئيس بلادين ابو شيه شوين وكريه يا محروق البي بليكين بليكين يا سفيه واللي السفيه تسمي قاع الصادق لمين علاش راك تقدر تسميه تسمي امام المرسلين الرسول العين النزيه تسمي رفاد المساكين تسمي المروه والتوجيه تسمي حد اخلاق وزينين تسمي حد عدو جوليه تسمي شفيع المذنبين محمد صلى الله عليه ماله ربه فات اعطاه النصر ولا عندك شي فيه ولا تقدر تسميه والله لما عندك عيب عليه.
الصلاة والسلام. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا باجي هذه بدء نختار نشكر نشكر العميد اللي ما خاف على حد اليوم في الساحة الأدبية الفضل اللي قدمه للأدباء بشكل عام والأدب مولي قاع كامل بصفة عامة لجيب القريب الأستاذ الناقد الدوه والبنيوك. شكرا. وأنا مشرف على أني أول حضور لي رسمي على منبر برنامجكم العريق. أنا قاع من باب معطي الأخبار لغنى منه مليت لنوبة واستكفيت أيوه وعزمتي لقديت أني ما نرجع له بي ذا اللي عزيت واللي ما نسمع له لغنى منه مليت لنوبة واستكفيت وعزمتي لقديت أني ما نرجع له بي ذا اللي عزيت واللي ما نفقع له قال علني متيت نحكيه ونبدع له وتركته من حيني بي اللي نسمع له منين اللي بغيني نرجع له نرجع له وحدين هم يبشبشوني من علي ذا غير ما أنا يتبشبشوني علي الله المزين علي الله المزين شنفتي والله لغنى منه مليت لنوبة واستكفيت وعزمتي لقديت أني ما نرجع له بي ذا اللي عزيت واللي ما نفقع له قال علني متيت نحكيه ونبدع له وتركته من حيني بي اللي نسمع له منين اللي بغيني نرجع له نرجع له الله المزين الله المزين خالق نرجع له خالق الطلعة خالق الطلعة الحمد لله الشيخ محمد المامي كنت نختار نبدا به ولا هي البدء حتى 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 تفضل التوسل الاكبر وهو اللي مبدا زياد الصالحين يقول قافه يقول انا يلبو جيت من بعيد ندور القايه فولادي وندور على هذا الخلق نشيد يوم ينادي المناجي ندور صلاح الجماعه وفذاك الكامل يداعى وندور الجبر على الطاعه وندور حشمه حسادي وندور ما تبقى ساعه ما جاني فيها مراجي انا يلبو جيت من بعيد دور القايف أولادي ومدور على الخلق نشيد يوم ينادي المناجي وفصل الحقيقة هذا 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 البرنامج كيف ما قلت لك كيف ما قلت لك إنه أطفال جديد تبارك الله وإذا ما هو خافع لحد تبارك الله وأنا هو اللي مشرف حقيقة والله فصل الحقيقة الحمد لله اللي ما خيبت النظر به لي من خلال أول بعد قاعة مشاركتك في هذه الحلقة قالوا عن الليلة البيضاء تنشاف تنشاف من أولها ومن خلال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعك عن جناب النبوي اللي ما قد حد يجيك على ما تحرصه ولا يجيك الدفاع عنه ذكرتني بعمل أدبي عدلته بالاشتراك مع زملائنا وأخوتنا من العربية السعودية وكانت عنده قصة ترى على خطى حادي الإبل بطيبة الطيبة وعلى بصمات العلامة والولي الصالح عبد الله عبد الله السيدي محمود وعلى منوال الشاعر اللوذعي والفتى الألماعي المحامي أحمد ولادو حذوت على رسيم النوق يحدوني الشوق للحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الولي الصالح تم إلينا في المدينة إلينا ذهوالو راعي الإبل وحاديها تالبها فضرها يقولها أوه وتوفى وهو قد شاف عنه لهجة مدح النبي صلى الله عليه وسلم ما طلع ذنبته عاد يقول قصيدة مطلعها ما كنت في زمن ترجوه هذا وقال لمنوال المحامي الشهير والشاعر الكبير أحمد ولادو قصيدة زينة حتى واخترت أنا مولي نسجع لك لمنوال ونسجع عليها الشاعر الكبير المختار البونة وشعراء ثاني مختار البونة الأستاذ الكبير نقدم له تحية كبيرة ما كنت في زمن ترجوه هذا ما كنت في زمن ترجوه هذاؤه يحدوك شوقك في الأرجاء أصداؤه لبي الحداء وسر خلف الرسيم وقل لبيك يا حادي الأشواق هذاؤه من سدرة المنتهى أرخى ستائره تمتد منها إلى الأرجاء أفياؤه من أنقذ الناس
من أبناء جلدتهم، فالبنت حرمته والطفل أبناؤه، والعدل منتشر والظلم منحسر، والكل تجمع بعد البتر أشلاؤه، والحق أبلج والأنوار ساطعة، والعز أحمد والعلياء علياؤه. هذا ابن آمنة ضاء المكان به، أما الزمان به فالطيب أجواؤه. صلى الإله على المختار من مضار، والشوق تعصرني في المزن أنواؤه، أثباجها أدمعي في كل رفة جفن، قطرها مطر مهواه بطحاؤه. سكحت إذا ما هذا قدو؟ سكحت هذا عقب عاد قاف. الله يتم شاء الله، لا هي عقب يعود قاف. الله لا هي وترى ذاك ترى يتنشمنا من أشياء ما ترى قاع من منشاج. الله وحي الخيال. عقب عاد قاف وشاركت فيه مجموعة من الأدباء، لين نحكي عليك نماذج منها. قال باكورة الحسن شعرنا الرمز حيث قال صاحبنا مترجما المطلع اللي ما كنت ترجوه من زمن هذا ترجم شور، قلت اني مادح للرسول اللي هو الشاعر الكبير أحمد ولادو. قال قلت اني مادح للرسول ودوه معايا هذا مدح النبي به الحصول، لأخي الحوجائي حوجاؤه. قلت اني مادح للرسول ودوه معايا هذا مدح النبي به الحصول، لأخي الحوجائي حوجاؤه. قلت له أحمد شبشنا ناصل قافو مترجم هذا والعاشق تحصيل الحاصل عن مدح النبي دواؤه. قال واحد من الشباب مدح النبي هو الصواب، هو للخير بناؤه، وهو زاد من أعظم الأسباب للحشر تحت لواؤه. قال آخر مدح النبي مدحك للنبي لا شك هو القلب صفاؤه، باب الفضل وباب البركة بدء الخير وانتهاؤه. قالوا فيه عدة كفانة زين حتى والله. وهذا تعرف من ترجمة الشعر شعر الغنى والله، ومنه ذاك اللي قط ترجمت أنا بها قضى الله للعلياء أن تتجسدا فقال لها كوني فكانت محمدا. لا قلت الله الدرجة جاب له قال لها عنها تجسد، ومنين خلقت قال لها كوني فكانت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيف لا هي تقول إن شهون من غرض من خلاله تحس انت انك تجبر ذاتك فيه. والله تبارك الله، انا قاع سولتني عن شي نعرف، انا الغرض اللي نجبر فيه ذاتي ما يتصارع عليك ولا على المشاهدين الا الغزل. ما خلى قاع الشعر الا الغزل. لا الغزل ولا كنت قاع شاكلني ولا خالق غرض من اغراض الغنى ما فيه الغزل. حق والله. اللي هو الغزل عبارة عن طريق الوصول إلى شيء معين. الطريق الوصول إلى هدف هو الغزل. سكحت. وهي قطعة ما يقدر صحة. والمستهدف هو المغزل عليه. سكحت والله. وبالتالي ما كنت شاكلني قاع كنت نقول شيء ما هو في الغزل قاع تبارك الله بيدي. أصلا قاع ذاك هو على كل حال الأغراض كاملة زينة وكلها. وفح الأغراض به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمدحني بخصيص شعري. معناها الأغراض الأخرى ما تجبر فيها الفحولة. سكحت. صلابة الرجال وقوته. والله إلا حق والله إلا حق. والله إلا حق. وتوف لهين لهين نسمعك بعد نعالج منه حاجة لك يا العراد مشي لك وجاد ماني باخل من قات كاني فيك مرشي وقلت لي ماني رد عليك اني نمشي واني ما بيني زاد وياك انت يا شي جلجني ذاك وزاد حزمي مشي غير منين مولي نتخمم يا فلشي يا حشي اللي عندي اللي قلت لي ما وشي. شو علي في الخلاص حاجه لك العراد مشي لك وجاد ماني باخل من قات كاني فيك مرشي قلت لي ماني راد عليك اني نمشي واني ما بيني زاد وياك انت يا شي جلجني ذاك وزاد حزمي مشي غير شي غير منين مولي نتخمم يا فلشي يا حاجه اللي عندي اللي قلت لي ما وشي. الله يلزم انت كاع كامل حكيت وش ذاك اللي عاد كاع ما ترسم حق شي حتى قال منه قال حد هون طالعه
هي من التالي من التالي قال إذا ما تميت في الختيل إذا ما تميت في الختيل حظي الكتيل ومن الكتيل عايش شغلة نادي الفتيل والفتول ساق من حالك إذا ما تميت في الختيل حظي الكتيل ومن الكتيل عايش شغلة نادي الفتيل والفتول ساق من حالك بصديفي وانتي في تبهليل وبليس بلاي عاتي يحذيك إلى ما تم البارح ذاك فعذابه يلي لا يذيك أنا ماني ذاك اللي ذاك وانت مالك ذيك اللي ذيك والله إلها والله إلها سكحت والله نعرف عني يا غليل غياد بغيتك ونيلك وجاد والليلك من بغيلك قاد نعطيك عطيتولك رافي ما من اللي تحمدت الجواد من بغيك بغيلك صافي ومنين العتيل عزيت وفيتي سبت شرافي مني عاقب ذفر بقيت أنا منك ماني وافي نعرف عني يا غليل غياد بغيتك ونيلك وجاد والليلك من بغيلك قاد نعطيك عطيتولك رافي ما من اللي تحمدت الجواد من بغيك بغيلك صافي ومنين العتيل عزيت وفيتي سبت شرافي مني عاقب ذفر بقيت أنا منك ماني وافي اسكي حتى والله و اسكي يا بوي ومنه و حاج اللي كيمت احمد وملقانا ذاك اللي هد لعاتي شوري وامتد حاج اللي كيمت احمد وملقانا ذاك اللي هد لعاتك شوري وامتد فيانا حامد يغلانا مولانا حتى ويقدو عالم مولانا يغلانا حاج اللي كيمت احمد وملقانا ذاك اللي هد لعاتك شوري وامتد فيانا حامد يغلانا مولانا حتى ويقدو يغلانا عالم مولانا حاج اللي كذا ماذا قدو ملقانا ومعاك فلانا يغلانا في الليل نشدوا الاخبار على علب حذان وهذا كامل وانا بعد ولا ينعدوا لعاتي منك يا الهانه هذا كامل نبغي عنه يغلانا عالم ولانا ملقانا ذاك اللي منه عتانا يعني زين حتى هذا كامل ملقانا ذاك اللي ملقانا ذاك اللي منه يغلانا عتانا يغلانا انا اها عتانا يغلانا انا زين حتى حتى زين حتى زين حتى اشتهر مبحث قديم منه ساكمن في معناي كي تتحققي من الصدق في مضناي دون تشدق كمو في المعنى هو راه كل رجل عظيم من امراه انه صحيح هذا هذا زين حتى والله زين حتى زين حتى والله والله والاسم الاسم ما يخسر شيء الين عود ما يقول الاسم التام والله الاسم العائلي لين عود مت كذا والله مت كذا وهنا طلع معروفات طلعت مت فلان طلعت مت كذا وطلعت صحيح صحيح لكن انا قاعد ماني راجع لاني ماني راجع قاعد قطعت مت علي من جدر سديري عود على عيني يا مذاك الحين زقرباني مات في جمل غبا قد شبر ولا تبي ما طبوع القيود على الزر كيف العود مقطوع كيف العود لا مجدر سكي حتى ياك ابراهيم الله الله ابراهيم الكريم وقد بيلو تحية كبير والله انا قاعد مودي ماني راجع قاعد عند مولانا اشي عني حتى ما هو شميق العليل طيب اسم ان شاء الله والله والله تقول كورونا هاي يعطينا الخير وسلامة ولا ايش ملاك دخلت خصوصيات البشر ما هو قابل كون الحارة والحمد لله بعدك هو بعد الحمد لله والله والله أنا قط قال من ثلاثة في العيد ماني حتى سعيد من ثلاثة في العيد ماني حتى سعيد مارق لي ليد حديد يقطع عني فورا سكي حتى ومنين تخلي ليد عقب عاد مكورة سكي حتى من ثلاثة في العيد ماني حتى سعيد مارق لي ليد حديد يقطع عني فورا ومنين تخلي ليد عقب عاد مكورة هذا بعد شت مثقل الله يلي ثقي الله يلي ثقي والله كورونا بدعو فيه إن شاء الله المغنيين كاملين أنا بعد اللي قلت شي ذيك الساعة بدايته كحجاب والله دعاء ما خصته حجب حاقبة حاقبة وتوف قلت فيه يلي له الحي المتين يلي لطفك فينا بيين ولا خافينا عنك فمني ما تلطف بينا تخلينا وعلى ذاك حمدناك لين عربينا ما ملينا وغرضنا من فضلك في وصاف اللطف انت يا عربينا تعرف عنا مد ضعاف وكورونا عاد مشيكينا يا اله حي المتين تعرف عنا مد ضعاف وكورونا عاد مشيكينا يا اله الحي المتين ما عندي كون انت يا الله هون وفك وفك علي لا همي ما عندي تولى من اليوم الفاصل سنت كون انت والله وتالله ما عندي كون انت كنت وصرت وما زلت له نتمونك إذا أحسنت ونتمونك إذا يلي له مسني الضر أما أنت لا تترك عبدك حطاما لطفك ما نقبل دفنت به تولهمني يا من لا إله إلا أنت ما عندي كنت من اليوم
لا نتحرك وانت عبد تحرك يراك ويسيد ويمتان ويبراك نسلا ومالا وخيرا حنويت الخاطيك في الاشراك مولاها يصبح حقيرا ظني بك خيرا اني اليك عبدا فقيرا وانت عند حسن ظني عبدك يظن خيرا. لا حول ولا قوه. هذا حقا لو كنت شاكنك اللي تم تحكي غناك نعود لا اعتذرت لك بيدي ما ما ما, ما خليت لي هو قال لك السيف اللي يند الريحه تسنوا لا شتو لا درت مسن به السيف المحايد لا وتشوف لا لا رانا كي هما اللي تم اللي انت السيف انت السيف عادي علي معنا احنا ما شاء الله طعم السيف عادي تبارك الله خيرت خيرت والله بكى على الاطلال لين احكي عليك لين احكي عليك لين احكي عليك طالع قط قلتها من بو عمران ما هي طويله حتى تعرف الشباب لا ما عندهم طلال حتى غير بعد هذا الطلال اللي قط بكيت عليه شوي ولا هو شيء بعد في حقه طلال يعود ما هو مادي الله يعود ما حق والله يعود ما هو مادي يعود مثلا ما يعود ملموس والله 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 صحيح صحيح ذكريات كامله طلال طلال والله والانسان نفسه طلال قاع هو والله والله لا في ان الانسان بلا حزن ذكرى انسان سكحت الله الله فانا لا املك في الدنيا الا عينيك واحزاني زين حد زين حد يقول اشوير والمدينه حد قام نافدهم لاهي بعد فمي راه ياسرين عاد تام شي تبغيه العين اخ اخ اشوير 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 والمدينه حد قام نافدهم لاهي بعد فمي راه ياسرين عاد تام شي تبغيه العين ما يقولوا حد الا رد ما مشى دمع العين لي ما يقولوا حد لا ما مشى دمع العين لي فعمران ترى هذا نوع على البتوت من الزينهم الله يا قدير ومن حثهم على الاختصار الله ومن نفسه شجعك على تختصر صحيح صحيح يا الله والله هذا قاعد قلت في مرحله معينه اشوير اشوير والمدينه حد قام نافذهم لهي بعد فمي راه ياسرين عاد تام مشي تبغيه العين فمي يجبر ياسرين عاد تام مشي تبغيه العين فمي يجبر ياسرين عاد ما يقولوا حد الا رد ما مشى دمع العين لي يقول احد اذا رد ما مشى دم العين لي سكحت والله و سكي والله انا مغني غني ويلك غني تو سيف شرف شرف سكحت شرف دي افتخر شهاده منكم انتم ما سعلن حد حد في القصر لين قدمك لي الاستاذ الفخر ما فخرت هذا اللي شيله والله ابو درباله والباه والله وخير الاستاذ ابو درباله الناقد والكاتب والروائي كل معالم الفتوة ومعاني تبارك الله ما شاء الله مبدع وعلى تواضع على تواضع على تواضع على تواضع صحيح صحيح اللي قدمك لي عرفت عنه اللي تعرف به طول العين في الغناء والمغني والله اللي قدمك لي الله عرفت عنه مقدم لي الله قدم لي الهدايا على مقدار مهديه وحدين بين كره الاخبار قلت انا وارك من الفخر نقول لك الهدايا على مقدار مهداه الهدايا على مقدار مهديه خير خير الله والله موجه له تحيه والله لا موجه له تحيه كبيرة وهو ملي هو ملي مجدد في ذلك قالوا والله مبدع به اللي هو جاب عكبة التفيتيت تعرف وانا بعد قط حاولت معاه شوي راني هادي قط مشيت على خطا لا سمعنا ما هوش كبار من قلت لا يسمعك مقطع جميع الالوان الله الله خصوصا منها الله اللي يتعلق بالابداع قال لي هو قاعد لاني سمعك هو طويل اخباره تعال في تيتال عنده هو مقامه مقام لاني سمعك منه بعد ولا بده عود عنده فكره عالجه ولا بده عود موضوع وفهم حلول وبدايل المهم على اني قلت قال لي الاستاذ ولا بده عود عندك راويه هو واعر تفتيت هذا صعيب صعيب والله انا ما شفت ما قد شفت حد عاد عليه خاطي هو ان شاء الله صعيب والله والله صعيب انا لا قط توفى قلت له علني لهنا نعدل له محاوله ساعه والله 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 وهون اللي نحكي طالع من التوسل رجيتك يا الله المنان المليك الحي السبحان جولي لباس الشيطان والنفس رجيتك يا الله المنان المليك الحي السبحان جولي لباس الشيطان والنفس وباسه الفراق ونعود ملان من الحيوان وجاري وحدات وصداق وصحيح ومعروف بالإحسان ودين زين وداخل الأخلاق ولاني مولى طيش وقنعان ما يصلح لي ذاك التلصاق مد في عمري واعطيني الشان وغنيني على غير الخلاق وحقق لي كامل مرادي في الدارين ولا وموتي الباقي وقرا يا ربي حسادي في اللي كامل تكره الاخلاق زين حتى زين حتى زين حقق لي كامل مرادي في الدارين وموتي اللي كامل تكره الاخلاق زين حتى والله ايوه قول لي شماسي عندك
دور المسابقات الأدبية في اكتشاف المواهب ودورها في 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 شحن همم النقاد شور اكتشاف معايير تتوافق عليها الناس وأسس للنقد ومباحث جديدة للأدب الحديث اللي من خلال هذه المواهب الأدبية الصارخة فتبارك الله من الشباب زاد هم اللي يلا النقد يتطور بتطور تطور مواهب شو ماشي عندك والله تبارك الله سويتني عن شي نعرفه شفت هذه المسابقات الأدبية اللي الحمد لله أنا واكبتهم بدايتهم الحمد لله حكما من عند البداع جاي وشاعر مليون شاعر ما مختلفين اثنين على أنها ساهمت في اكتشاف المواهب وخاصة المواهب اللي مدفونة الدفينة وأطرتهم اللي النقاد بحيث أنهم كيف قلت عادوا عندهم مستوى من النقد معاصر وحديث لياك يقدموا به والله زاد يحاولوا يديروا لقنا من ناحية النقدية من ناحية النقد لمستوى الشعر الفصيح وأنا بعد قايل قاعد لنحد وقف قدامكم توما وفي برنامج ذا كيفتو هاي برامجكم الأدبية اللي تعدلوا ما شاء الله هذا قاعد من نفسه كافي به اللي ما شاء الله حد وقف قدام قامة أدبية وهذا أصلا قاعد لغنا أصلا لا يخلل نقده كان يتم عن طريق لا ينسمع منه شيء عرف قاعد كانوا زين ولا ما زين انطباعية اسمع معناه أنك تنيتوا قدام أستاذ متمكن كيف تدوه والله عبد الله يسلم وعلا معناها لأنك ما تريد بغايتك في شيء تبارك الله من النقد حقت أنا بعد هذا أراه في البرامج خاصة شعر التوحيد لذكرك لعبد الله السلام وعلا أقول لك عنه كان من أرواجيش اللي أس وطرح أسس للنقد في شعر البيضان الغنى ومن أوائل الناس اللي جرؤوا على يشقر ورقاش مباشرة قدام الناس برنامج مباشر بدون مواربة وبدون مشاملة وبطرح النقط على الحروب وكان ما ردت لك حد لحن حد تخلق حرب اهلي الله يا مشكله هم قاعد حد شقر وقاعد الله شقر له هذا والله يلحق ما رديت لك روايه افطان انا بعد لك يا اخبار البيص الله يلحق والله ما ثلاثه ذاك حق ذيك العقليات الحمد لله حتى الناس تدخل المسابقات بجلد سبع لا تدخلها بجلد نيرب وتدخلها بصدر رحم وحتى يا اخوي سبحان الله حد يصير تالي قاري ما طهرت القلوب والله توقف اسبع متسابقين تقول ما يكمل لا ينجح كلهم يقول لك لا ينجحوا السته ما هو فين مسكيحت انك السته هم ولين تصور المهم السبعة اللي يجاوبوك نفس الجواب نجح فلان ذاك نظرا لأنه قال كذا ونظرا لأنه قال كذا والله وهذا ساعد والله على الحمد لله على إيجاد ساحة ثقافية هو ترى وجود جو ملائم لإبداع وجود ساحة ملائمة لإبداع وجود جو من العافية وجو من السلم وجو من الوئام وجو من معطى العافية للناس وبرود الجل عليها هو اللي سبب تين لم ترى أن الطيرة إن يأتي وكره ويوي في أكنافه يترنمي وقالوا عن الفلاسفة قالوا عن الفلسفة كطائر الخفاش لا تأتي لا بعد ظلام لن يخلق الهدوء وتخلق السكينة وخلق ظلام ما وظلم سكي حتى واضح روالك فيهم خالقين بليدات ما يشي فيهم الظلام بهم الليل والنهار واحد لكن اللي كان مخيوف منه في الليل يعود في النهار نقول لي نقول خير حتى والله صحيح العار خلق بليل هما يعوداك نقول لي نقول خير السلام عود كامل يلطن الحمد مولانا لأن الحمد لله في جو العهد العباسي سبب الشعراء يعودوا فيه متحمسين والقرائح مثلا متفتقة والمواهب ذيك مثلا انهم داروا في جو من تقدير الأدب وتقدير الأدباء وتقدير الإنسان يعني نعاد كلهم مثلا يساوي مع الثاني ليهم لا يقول الله لا يقول شيء زي من الأخر واش لا يتحكي علي والله لين نحكي عليك ما دمت ما أنا بعيد من الجو التآخي والتسامح نعرجوا شوي شلون الوحده الوطنيه ما يخسرش والله احسن ولا نقعد مكثر حتى الاخبار اللي عليه نقول شيء وتوفى طلع ما ياسر اخبار حتى نقول يا الشعب التعاقل وتشوف ما تغيلط كنت في الحروف ايوه
الشعب تعاقل وتشوف ما تغيلط كنت في الحروف وتفاصل الأمور ومعروف بحب الخير والإعانة والدين معاه العرف وكوف دعايم وحدة عجلانة وإحنا ما مختلفين يقين اثنين علنا مولانا من كرم خوانا في الدين وفي العرف هم اللي خوانا سكحت اسكيو هاي تستحق لي عاد والله هاي تستحق لي وتستحق لي شاد والله والله اللي فيها الإفادة والله والإفادة عبادة والله لا الحق رانا دايرينها قلاده ومنحرها منحرها انا بعد انا بعد انا بعد ماني من الناس اللي ها زين والله زين والله اللي تقول هي تقول يا الشعب انت عاقل وتشوف ما تغيلط كنت في الحروف وتفاصل الامور ومعروف بحب الخير والاعانه وتجين معاه العرف وقوف دعايم وحده عجلانه واحنا ما مختلفين يجين اثنين علنا مولانا من كرم خوانا في الدين وفي العرف هم اللي خوانا اسكت والله والله الاسكي سكيب والله هو لا ينحكي مثلا استجابة لطلب رقاش طلب مني نحكي عزة بلادي سكي حتى عزة بلادي لا بغيت أقبل أقبل من شهر سهامي عزة بلادي لا بغيت عزة بلادي لا بغيت أقبل من شهر سهامي لعظامي تعرف ما بطيت عن عزتها فعظامي عز الخاطيها ما نجد فمره وعليا ما يجد قاع ولا نقطع فيه بالدفاع سكحت وعنه متعامي ونكز عليها من كرد في الويل حزامي حامي محامي عنها ما يقد عنها ينحل حزامي لا عزة بلادي لا بغيت أقبل مجهر سهامي لعظامي تعرف ما بطيت عن عزتها فعظامي عزة بلادي رش رش يشد بالبال إلين انتعش تعش سكحت عزة بلادي رش 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 يشد بالبال إلين انتعش وعزة بلادي أضي خش بالي غيرت خمامي حلمي الكبير فيه عشت أحلى في الوهم أحلامي عزة بلادي حق مشروع وله مطامي سكحت وغني بيه وبيه نشعر لين نجيب أوهامي تمشي في عظامي كيف مشي المفعروق الظامي عزة بلادي لا بغيت أقبل مجهر سهامي لعظامي تجبر ما بطيت عن عزتها في عظامي في ختام هاي الحلقة لكم تحياتي وتحيات ليت عندك شريت والله والله صوت اخر اختتم والله في البدع طفل بداع مستطفل عات وبلا مثل في البدع ومو لخيم لا علي ولا محمد الابراهيم شنو لا يتصارع عليك زين زين ما خسرش شنفت اللي في البدع طفل بداع مستطفل عات وبلا مثل في البدع ومو لخيم لا علي ولا محمد الابراهيم لا زين عاد زين عاد شكرا للأستاذ الأديب علي والمحمد إبراهيم الملقب السيف على هذه السانحة اللي من خلالها اكتشفنا موهبة وملكة رائعة وأديب أديب بما تحمل الكلمة من معنى أديب مفلق تبارك الله ما شاء الله وهذه تحياتي وتحيات الفريق اللي شرف معنا على إنجاز هذه الحلقة من المصورين ومن مخرج ومن فنيين ومن أهل السكريبت ومن أهل المونتاج ومن أهل الإضاءة ومن أهل التسجيل ومن أهل النودال ومن أهل الإعداد وكامل رانا شاكرين هم فر وهذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته